لتمكين المتخرجين من الحصول إلى شهادات ذات تكوين عالي، لجنة وزارية مختلطة لتأطير البكالوريا المهنية تنظم مسار التعليم المهني وتشجع الشباب على الالتحاق بمعاهد ومراكز التكوين المهنيين للحصول على فرص عمل أكبر. عزمنا أن هذه البكالوريا ستطبق في الميدان إن شاء الله في الدخول الاجتماعي المقبل على اللجنة تمحيصها وتدقيقها والانطلاق. إذن البكالوريا هي مسار جديد في الجزائر موازاة مع البكالوريا الموجودة. البكالوريا المهنية تخص بالتحديد متمدرسي نهاية الطور المتوسط وبداية الطور الثانوي وصولا إلى البكالوريا المهنية بعد 3 سنوات، والتي تعادل شهادة البكالوريا في التعليم العام. الآن راح ندخل في هذا المسار تاع البكالوريا، وبعد هذا التكوين هل نضمن لهم شغل أم لا؟ هناك اختصاصات امتياز، وكيف تم اختيار هذه الاختصاصات امتياز؟ كل الآن الوزارات معنية بإعطاء احتياجاتها فيما يخص المهن وفيما يخص التخصصات. وستسعى اللجنة الوزارية المختلطة لتوفير الترتيبات اللازمة من ناحية توجيه التلاميذ واختيار التخصصات والشعب وتنظيمها لاستقطاب من 30 إلى 40% من المتمدرسين كهدف مسطر.